السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين صحيفة ميرو البريطانية غادي نتكلموا على القضية اللي راهي حادث في المغرب. حنا في طوع الشعب المغربي، والله ماذا بيا المغرب تكراسي برومي فانيك تكالي في كوب دي مون. الشعب فانيك يريد الفرحة كما هما فانيك الشعب يبغي لنا الفرحة. حنا كاين ناس اللي راحوا داروا مع ذوك الناس هذوك اللي ما كاش كاع هذوك، حنا هذوك برك يعني جاو ضد الإسلام وضد السنة النبوية وضد اشتقال ربي واشتقال الرسول. لا ترضى عنك النصارى واليهود حتى هكا سينا كلمة حتى كلمة حتى يا ود تعطيهم يدك ياكلوا منها وما يأمنوش فيك. حتى ربي قال لك حتى هذاك الكلمة تاع ح والتاء وقال لك بقوة حتى تتبع ملتها وما يقبلوش بك يا واد الهيشة يا اللي تقولوا ما انا جدي الرسول يا انت مهبول انت. استغفر الله يا ربي والله لا. وين تداولت الصحف البريطانية علاقة متشنحة يعني والمتوترة بين حاكم زياش ووحيد حليلو مدرب المنتخب الوطني المغربي الذي كان صريح وواضح يوم الأربعاء الماضي عندما قال بأن البالغ من العمر 28 سنة غير منضبط وسلوكه لا يتناسب مع اللعاب للمنتخب. حنايا أنا واحد كي لعاب كيما هذا نعتبرها خيانة وطنية. لعاب ليجي أنا يقصر عليا يقول لك راني مريض ما نلعبش ذاك الماتش، هذه خيانة وطنية. حنا مطمور مع ستا كان مع ستا في 2011 مي جينا بغينا نلعبو قال لهم باللي عطوني 6 شهور ما غاديش نجي نلعب بعد بدي لي كيداوها بالخر ما زادوا جبدوا كاع لي في الاعلام والو مطمور قال لهم باللي عطوني 6 شهور كاين اللي كان صغير ما يعقلش. هذه صح نطلب من الصحافه ولا الناس الاعلاميين اللي نزهاء يهضروها. قال لهم 6 شهور قال لهم بالريح 6 شهور بيتريح 6 شهور حنا نلعبوا في حرب وانت بيتريح 6 شهور دب اي قلع. نادير بالحاج كان يطير ايام بعد حبس ماشي حبس ما بغاش يجي منا ومن بعد مي صابنا صابها رقات وشابه في الدوميت في لافيت تاع دوميتريس ايا دوموندا قال لهم ننجم نولي يا ودي ريح قالوا له صايكا اللي ما نصيبوش وقت البارود ما عندنا ما نديرو بها. انا واحد ما نصيبوش في كتافي نهار الاول ما عندي ما ندير به مع التاليه انا نقول لك. وقال وحيد في تصريحات اعلاميه قبل مواجهه يعني السودان ان التي انتهت بفوز اسود الاطلس بهدفين لصفر منذ قدومي كنت صريح واقول الحقيقه لكم بخصوص زياش في اخر معسكرين وخاصه الاخيره سلوكه لم يكن يتناسب مع اللعاب للمنتخب قادر على تقديم اشياء ايجابيه لقد وصل متاخر حتى انه رفض العمل. شوف زياش بسببه 4 مدربين راحوا هذا الرابع هذا المدرب الرابع زياش. انا نقولها انا نقول خاوتي المغاربه الشعب يعني نقولها لكم ونعاودها لكم ما دام عندكم واحد كيما زياش يعني جا يعاودوا يعيطوا له جا يعاودوا يخدموا معاه بصح حتى السلوك تاعو اللي خلات المغرب تخرج مبكرا من كاس افريقيا خلات المغرب تخرج مبكرا من كاس العالم. انا نقول لكم نهضروا حقيقه المغرب عندها فانيك عندها لعابه كاين الجزائر والمغرب وتونس باقل درجه يعني عندنا لعابه عالميين وهذا صح سبحان الله اختو وين وصلت. ولم يتردد زياش في الرد على مدربه وحيد وانتظر حلول يوم المباراه ضد السودان ونشر ستوري كتب فيها في المره القادمه عندما تتكلم قل الحقيقه. وجاء هذه الجمله قبل ساعات من انطلاق أول مباراة للمغرب في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت صحيفة ميرو الإنجليزية في تناولها للموضوع كان زياش موضوع اتهامات لاذعة وجه للمدرب وحيد رد حكيم زياش بقوة بعد اتهامه برفض اللعب من قبل المدرب المنتخب المغربي. وبعد يعني وين تكلمت عن تفاصيل ما حدث أشارت صحيفة إلى أن زياش قد يجد صعوبة في خوض دقائق
على المستوى النادي ايضا مع قدوم لوكاكو والمستوى الجيد الذي اصبح يقدمه كاي، مما يجعل منافسة في الهجوم تشيلسي اكثر شراسة. وتسجل الإشارة ان حكيم زياش قرر البقاء في تشيلسي وعدم الرحيل في التحويلات الصيفية الأخيرة، وشارك أساسي في مباراة السوبر الأوروبي ضد فياريال حيث سجل الهدف هدف فريقه الوحيد، لكن فرحته لم تكتمل وأصيب على مستوى الرجل الأيمن ما جعله يغيب عن الجولة الأولى في الدور الإنجليزي الممتاز، ثم عاد في ثاني ضد أرسنال لكنه اكتفى بخوض 8 دقائق بديل، بينما بقي على كرسي الاحتياط في الثالث أمام ليفربول. يعني تشوف كيفاش وين حليلو وين كشف امور تكلم يعني بطريقه وين قال لهم انا ماشي متعود نتنازل، قال لهم انا ماشي متعود نتنازل على الامور، يعني امور ما كان والو قال لهم انا ما نتنازلش عليها وما غاديش نتنازل عليها. يعني تكلم انا ذا المدرب نبغيه، ما نكذبش عليكم، مدرب هذا يعني اللي مدرب قوي عنده شخصيه كبيره. انا نقولها ونعاودها، انا نقولها ونعاودها، والله العظيم كيفاش نقولوا المدرب هذا والله ويروح المغرب الا ندمتوا عليه صباح وعشيه في بابوار. نقولها لكم انا برك غادي تندموا عليه ندمه لي بعد خدت عليه. صرات لكم مع رونار لو كان يعني رونار وين نقولوا باللي ما كاش عنده مشاكل مع زياش وما بغاش يهدر بغا يروح، كان غادي ما كنتو غادي توصلوا لابعد نقطه. ما نقولكمش شدوا كاس افريقيا خاطر حنا كنا فيها حنا ديناها، يعني بصح شي لا كنتو غادي توصلوا لابعد نقطه. هذه هي اللي نقولها لكم. شوف كيفاش وين نقولوا باللي المنتخبات تضيع بسبب اعمال طائشه من بعض اللاعبين، يعني منتخبات كبيره وين تضيع يعني بطريقه ما يتصورهاش العقل. نقولوا باللي ما يتصورش العقل خاطر عليه نقولوا باللي خاصة وين الحرب التصريحات المشتعلة وين أزمة زياش وحليله وين حكيم زياش بقميص المنتخب المغربي وين أزمة وين نقولوا باللي وين أثرت الأزمة النجم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي والمدرب بوسني وحيد مدير فني لمنتخب المغرب، جدال واسع بين الجماهير المغربية. وبدأت الأزمة بعد أن قرر حليلو استبعاد زياش من المعسكر الحالي للمنتخب المغربي الخاص بمواجهة السودان وغينيا في تصفيات مؤهلة إلى مونديال، ولم يلتزم مدرب بوسني الصمت بخصوص قراره حيث شن هجوم عنيف على زياش خلال مؤتمر. يعني وين أزمة وين نقولوا وقال المدرب بوسني الجميع يسأل عن غياب زياش، أنا سأكشف لكم الحقيقة، تم استبعاده لأنه لعاب غير منضبط ومتردد متمرد علينا في اخر وتمرد علينا في اخر معسكر، لقد حضر متاخر وقبلنا المبرر، بعدها رفض تنفيذ تعليمات وتدرب كباقي اللاعب لكي يتدرب كباقي اللاعبين في المنتخب، انا لن اقبل ذلك ولم يسبق لي ان قدمت تنازلات بسبب شخصيتي. واضاف السلوك لم يكن سلوك لاعب دولي، يجب ان يكون نموذج ايجابي كقائد في الفريق وبالنسبة لي منتخب وطني فوق كل شيء. زياش رفض اللعب في المباراة الودية ضد غانا في شهر جوان خلال معسكر المنتخب الأخير حيث زعم اللعب أنه يعاني من إصابة. يعني كاي بزاف أمور وين نقول وقت وين نقول باللي وأضاف أول مرة في مسيرتي التدريبية أرى السلوك يخيب املي، اللاعب الذي يرفض اللعب مباراه وديه بحجه انه مصاب اجرق وين يعني وين الطبيب وين قال له ينجم يلعب، بعد ذلك رفض الاحماء الشوط الثاني لانه اصيب بخيبه امل كونه بديل. بالنسبه لي هذا النوع من السلوك غير مقبول، لا يمكنني الغش مع المنتخب الوطني، انت موجود بنسبه 100% او لا تكون كذلك. يعني رغم ان زياش ورد على الهجوم تاع حليلو كي نهضروا نجيو نهضروا نقولوا باللي يودي المنتخب نقولوا باللي اللعابه كيما هكا لعابه راهم يديروا مشكله كبيره للمدربين تاعهم، نقولوا باللي يديروا مشكله للمدربين تاعهم، يديروا مشكله في المجموعه. حليلو كي ضرب هذا اللعاب ما غلطش،
حنا مع المدرب اللي يكون صارم كما هكا جمع بالماضي كما حاليل. وكاين مدربين صارمين يخمم على المجموعه قبل كل شيء، خاطر الا راحت له ولا التكتل داخل المجموعه راحت له، راح له الفيم، راح له داي داي، راح له قنات عليه الجنيه والريميتي. انا نقولها لكم على ذيك نستعرب به وانا نثيق بهذا المدرب، هذا المدرب اللي يعمل من نقطه الصفر، هذه هي صحيتو.